يا اخويا بحبحوا شويه كده حلو. واضح يا جماعه ان انتوا واخدين الموضوع بجد. فاكر ان احنا بنهزر يا حصول؟ هتفضلوا مربوطين كده في الشجره دي جنب البيره عشان كل اللي يعدي يشوفكم ويقول الحراميين اهم. لا كده بس يا سليم بيه، احنا كانوا غرضنا الصالح. صالح ايه؟ ليكي عين تقولي صالح؟ دي خيانه عظمى. خيانه عظمى؟ كنتش عايز اتكلم بس انا. انا فاكر انها خيانه مش عظمى. لا ما دام عظمى بقى لا، هتفضلوا مربوطين كده في الشجره 25 سنه. 25 سنه ايه يا سليم بيه؟ ايه قليل؟ طيب 50 سنه. 50 سنه؟ احنا لسه هنقعد انا 50 سنه يا سليم بيه؟ مفيش حد جاي ينقذنا لغايه دلوقتي. طب انا هعمل ايه؟ ما ينفعش 50 سنه، حرام يا سليم بيه. اتصرف انت، انا زهقت بصراحه. قول اللي انت تقوله. خلاص هنقسم البلد نصين. خد النص بتاعي. خليهم اسبوعين على بعض كده وخلاص. اوكي انا موافق. اسبوعين على بعض زي ما قال ايمن بيه. ابوس ايدك يا سليم بيه، ربنا يخليك يا رب. هو انا مش صعبان عليك، انا غلبانه وفاقده الذاكره. مش كفايه حياتي اللي راحت، كمان هتضيعوا لي حياتي اللي جايه؟ ده انا عشت تحت رجلك خدامه. ان شاء الله يا رب اشوفك في اعلى المناصب، يا رب تتجوز اللي بتحبها. شاكيره بس اتجوزت خلاص. كفايه تسول يا عتاب، كفايه. احنا مش هنشحت الاحسان من اسكت انت، اسكت انت خالص، اسكت انت خالص. انت السبب، انت السبب في ما تبرقليش. انا هقول لهم على كل حاجه. هو ده يا سعاده البه اللي غواني، هو ده وانا اللي يا ما قلت له، والله يا ما قلت له. يا باسم يا باسم، معقوله هتعصى اوامر الراجل العسل الكبار السكره دون؟ يقول لي لا انا عصى اوامر اي حد، انا ما يهمنيش حد، انا لما حاجه تركب دماغي لازم اعملها. اقول له حرام عليك الراجل، احنا لحم كتفنا من خير. يقول لي لا انا ماليش دعوه، لحد ما غواني وفضلت ماشيه وراه زي التايهه. انا تايهه، انا مش عارفه انا فين، انا فين يا ناس؟ انت ايه يا بنتي؟ يعني ربنا يعمل فيك ايه تاني عشان تتعزي يا جماعه؟ الفكره اصلا فكرتها هي، انتوا ما سمعتهاش وهي بتقول ان هي فكرتها؟ انت كمان بتلبسني قدامهم؟ طب الهي يا رب، اسقط في البير دون وموعى اب تاني زي فيلم زرنج كده هون. انت كذاب. صح صح يا عتاب، انا كذاب، انا فعلا كذاب يا جماعه. دي فكرتي انا، اعملوا اللي انتوا عايزينه يا جماعه. واضح ان خلاص قلوبكم ماتت والانسان بقى رخيص بالنسبه لكم. بس لازم تعرفوا حاجه، عمركم ما هتحسوا بالسعادة أبدا. مع كل بق مية هتشربوه هتحسوا بعذاب النفس على اللي عملتوه فينا. وده كله ليه؟ عشان احنا عملنا الصح. كلكم عارفين اللي احنا عملناه ده الصح. أنا متأكد من جوايا إن انتوا من جواكم عارفين اللي احنا عملناه ده الصح. مش كده ولا إيه؟ اتكلموا، انطقوا، فوقوا 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 فوقوا. ولا تأثرنا. أنت فاكرك إن هنعيط؟ كلامك ده مهزش ولا شعراية من الباروكة الجديدة. هتفضلوا مربوطين بالشجرة. المكان اللي انتوا مربوطين فيه ده على فكرة ده المكان اللي بتيجي فيه كل الحيوانات الصبح عشان تقضي حاجتها قدامكم. ايوه يا سليم باشا، بس ده ظلم وافترا. يعني احنا مش في غابة. مش في غابة يا ابني، انت اعمى؟ ما تبص حواليك، شايف الشجر؟ شايف الشجر؟ شايف ما انتش سامع صوت الصراصير اللي خرم ودنا؟ سامع سامع وخايف. يلا بينا. والنبي يا سليم بيه، ربنا يخليك ويسترك. سامح النبادي، ربنا يكتر لك من شوكولاتك ومسكافيهك ويعمر لك في ميكروويفك. مفيش سماح، وهتفضلوا كده عبره لمن اعتبر، وللي حاول يساعدكم هربطه جنبيكم في الشجره. يلا العربيه معاك؟ تاكسي. اتفضل. اتفضل يا باشا. اتفضل. ماشي ماشي يا فحص. ايه الصوت ده؟ ده سليم باشا بيلم علينا الحيوانات. روح يا شيخ، ربنا ينتقم منك. حسبي الله ونعم الوكيل. إلا هتشقى ما تلقى، إلا هتجري وترمح ولا تكسب ولا تربح. إلا هيجيلك ويحط عليك يا باسم يا ابن. هي أمك اسمها إيه؟ أم أنا؟ أه؟ حنة. أنت يا بنت كل ده بتدعي عليا أنا؟ مشيوا مشيوا يا حبيبتي خلاص. والله مشيوا؟ أه. طب وسايبني كده هو، أنا عمال أنحر في نفسي. معلش. حسبي الله ونعم الوكيل. فيهم البعد، شوف شوف الظلم بيعملوا فينا ايه. فانا شايف انت بتعملي فيا ايه. يا رب نجيني عشان اقتلها عشان ما تظلمش حد تاني يا رب.
هقدر ابيع عدمي تاني والفجر هل انواره وفينا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ وكان اتحسن اتجننت؟ قاعد على كرسيي وعلى مكتبي بتشرب من ميتي؟ اخرس انت غلطت ولازم تتعاقب. يا بوزي نو يا بوزي في عقاب دحروق معص. يا باش يا باش تفضل قاعد على الكرسي بتاعي وحط رجله على مكتبي وبيشرب من ميتي. طب ما الميه سوا بس بيشرب. اخرس لازم يتعاقب. حاضر فاهم ماشي. خدوه نو خدوه فسحوه وبعدين عذبوا. نفسحوا ونعذبوا مع بعض ازاي يا باشا؟ يعني نجلدوا نكهربوا نجلدوا كهربوا نجلدوا كهربوا نجلدوا كهربوا نجلدوا اوكي اوكي كهربوا وبعدين نجلدوا المهم تعذبوه. يا مل بختك يا عتاب، يعني يا رب لما اموت اموت وانا مربطه وواقفه كده هون. خير يا عتاب مالك؟ حاسس ان انت متضايقه من حاجه كده، في حاجه؟ لا انا مش متضايقه خالص، ده انا في قمه السعاده، وقحت من الطياره وفقدت الذاكره وواقفه مربوطه في شجره، ويا عالم في حد هيجي يفكني ولا لا. عندك حق، ده انت تتحزي والله يا بنتي. ما تقلقيش كلها اسبوعين ويجوا يفكونا. يا لهوي يما اسبوعين؟ ده كان زمان دود الارض كلنا. ده اطمني، انا اعتقد بعد الخطبه العصماء اللي انا قلتها لهم اول لما يروحوا هيحسوا بتأنيب ضمير وقلبهم هيحن ويجوا يفكونا على طول، يعني كلها 10 دقايق ربع ساعه بالكتير. والنبي صحيح؟ صح ايه؟ دول عالم جبلات يا بنتي مش حاسين بحاجه. نو بادي كير يا عتاب، نو بادي كير. على رايك اعصابهم في الكولدير. كولدير؟ ما علينا. سيبك بقى من الكلام دوت. تعالي نفكر ازاي هنقضي الاسبوعين دولت، يعني نسلي بعض ازاي اسبوعين. نسلي بعض؟ انا مش فاهمه يا اخويا انت جايب روقان البال دون منين؟ من خان الخليلي، في هناك بقى واحد تحفه بيعمل روقان البال مع لبان دكر بالخروب، تحفه. وكمان بتستظرف؟ طبعا استظرف يا بنتي، بقولك هنفضل مربوطين اسبوعين، اسبوعين بسبب اللي انا عملته فيكي. منك لله يا ابن حنة، انت السبب. بالظبط انا السبب، ربنا ياخدني يا رب. انت عارفه يا بنت انت ايه اللي مصبرني على اللي انت بتعمليه فيا ده؟ ايه؟ ان نيتك كانت خير. يعني بصراحه كده طلعت بنت جدعه. بيت بميت راجل زي ما بيقولوا. والله يعني انا الصراحه في منطقتنا كان يقول لك البت الجدعه راحت البت الجدعه جت. ايه ده؟ انت فاكره منطقتكم؟ لا انا مش فاكره، بس ادام انت شايفني جدعه يبقى الناس كلها كانت شايفاني جدعه. والناس في منطقتكم بقى كانوا فاقدين الذاكره زي كده؟ كانوا بيقعدوا يقولوا البت الجدعه راحت البت، ما كانواش عارفين اسمك؟ لا كان بيقول البت الجدعه جنايه يعني عن اسمك، يقول لك البت الجدعه راحت البت الجدعه جت. جنايه مش عارف يعني ايه جنايه. جنايه ايه بقى؟ اسمها كنايه يا بنتي. هو ربنا خلاني عشان اقعد اصحح لك كل كلامك؟ هو انت ازاي ظابط ومش عارف يعني ايه جنايه؟ ظابط ايه يا بنتي؟ اسالي اي عيل صغير معناها ايه هيقول لك كنايه. كنايه يا ابله. ماشي يا عم. طب ادام انت ظابط بقى ما تحكي لي اي حاجه عن الظباط كده، هو نقول المغامرات اللي كنت بتعملها. اصل انا يعني على ما اتذكر كده هو من السما والافلام ان الظابط دون بيبقى دايما عنده هيبه ودايما بيبقى خير ودايما هو اللي بيخلي الخير ينتصر في الاخر ودايما هو اللي بيقبض على الشرير ودايما بيبقى بار باهله وزوجته ودايما بيبقى الاستاذ احمد السقا. الله يمسيه بالخير. انت عارفه ان احمد بيه السقا درس لي سنتين في الكليه؟ والله زي ما بقول لك كده. طب ما تحكي لي بقى شوقتني. انا بصراحه يا عتاب مش عايز احكي لك يعني عشان ما تنبهريش بيا وتعامليني كبطل، عايزك تتعاملي طبيعي معايا. لا انا هتعامل طبيعي ما تاخدش في بالك. طب وعديني ان معاملتك مش هتتغير. مش هتتنيل. احكي لك ايه ولا ايه؟ اصل كلها عمليات يعني صعبه، عمليات يقشعر لها الابدان وتصوم لها الاذان ويشيب لها الغلمان. يا سلام. احكي لك عن عمليات ايه بالظبط؟ احكي لك عن عمليات الفرقه 3 سبعات ولا الفرقه 916 ولا الفرقه 82 بشرطه؟ انت عارفه ان اخر عمليه عملتها كانت في الهند؟ ياه الهند. كان اسمها الكودي جحيم في الهند. دي اكيد كانت صعبه قوي قوي، بس الحمد لله عملت اعلى ايرادات. طب ما تحكي بنتي، ما دي الناس كلها عارفينها وشافوها. انا ممكن احكي لك عمليه تانية تكتمت الصحافه في نشر تفاصيلها. ماشي احكي اي حاجه بس تنسيني اللي انا فيه.